فخلينا متفقين اهو، اللي يقول لك تجربه مصريه قول له يا ريت، يا ريتك يا اخويا توصل للتجربه المصريه. طيب في بقى موضوع مهم و في الغام ومحتاج ان احنا نفهمه مع بعض. التعديلات الدستوريه واصله لحد فين النهارده؟ مفروض ان بكره اللجنه التشريعيه هتقوم بالتصويت على الصياغه النهائيه للمواد اللي هي هتعدل او اللي اضيفت تمهيدا لرفع النتيجه دي الى الجلسه العامه. وافكر حضراتكم تاني لانه احنا هذه التعديلات مشيت طبقا لخطوات دستوريه محكمه. خمس الاعضاء اللي هم 155 تقدموا بطلب للدكتور علي عبد العال. دكتور علي عبد العال حول الطلب ده لحاجه اسمها لجنه فرعيه. لجنه فرعيه، ايه وظيفه اللجنه دي؟ انها كانت تفحص الطلب ده هل هو دستوري اصلا ولا لا. فرجعوا فلاقوا انه طبقا للماده 226 من الدستور اللي بتقول انه ممكن لرئيس الجمهوريه او لخمس الاعضاء بتوع البرلمان ان هم يتقدموا بمقترح لتعديل الدستور اذا وجدوا ان هناك ما يستدعي ذلك. كويس؟ فاذا الماده 226 نفسها اللي في الدستور بتقول تعدلوني ازاي؟ فلما تاكد انه المقترح ده دستوري حولوا الدكتور علي عبد العال وحول تقرير اللجنه الفرعيه دي الى اللجنه الدستوريه. الاول ناقشوا المقترح في الجلسه العامه وفي نواب قالوا وعادوا وبتاع، واللي قال اللي موافق موافق واللي معترض معترض على مبدا تعديل الدستور. ثم تحولت هذه المواد اللي هي المقترحه للتعديل واللي اضيفت للجنه التشريعيه. اشتغلت ازاي اللجنة التشريعية؟ زي ما قلنا لحضراتكم، قعدوا 30 يوم يتلقوا اقتراحات النواب ويتلقوا اقتراحات الجهات في المواد اللي هي اتنشرت. وبعدين اللجنة التشريعية تقعد 60 يوم، قعدوا 30 يوم الاولانيين في تلقي الطلبات. وبعدين قعدوا اسبوعين في الحوار المجتمعي اللي هو كان 6 جلسات، واحنا عرضنا لحضراتكم على الهوا مشاركات من اطياف مختلفه من قلبها المعارض. خلص الاسبوعين دول، بقى فيه اسبوع للتداول. اللي هو ايه التداول؟ انه الاعضاء بتوع اللجنه لجنه فرعيه بقى من اللجنه التشريعيه اتشكلت، فجابوا الاقتراحات اللي جات لهم في 30 يوم وجابوا الاراء اللي اتقالت في جلسات الحوار المجتمعي، وبعدين قعدوا يشتغلوا عليه. هيبقى في اسبوع للصياغه اللي هو خلص، يعني الاسبوع خلص، بس قبل الصياغه النهائيه دكتور علي عبد العال والمستشار بهاء ابو شقه عقدوا اجتماع على يومين مع كل اعضاء اللجنه التشريعيه والدستوريه، وكل واحد قالوا ده اللي هو ده الاجتماع. ايه اللي حصل في الاجتماع ده؟ لان ده اجتماع مهم جدا وفارق جدا وفيه مفاجاه. كل اعضاء اللجنه التشريعيه كله، طيب، جم عشان يسمعوا منهم رايهم في المواد ماده ماده. في الاجتماع ده اللي اتعمل على يومين اتكسرت فيه قواعد بروتوكوليه متعارف عليها، اللي هو ايه؟ لما يبقى في اجتماع زي ده كل نائب يطلع يقول 3 دقائق 5 دقائق وخلاص. لا، دكتور علي عبد العال فتح الكلام لاعضاء اللجنه التشريعيه، فكل واحد اتكلم، ففي ناس وصل الكلام بيها 15 دقيقه، ناس 20 دقيقه، ناس 25 دقيقه، ناس اتكلمت نص ساعه. كل ده ليه؟ عشان يبقى في استكمال للحوار. دول ممثلين للشعب في اللجنه التشريعيه والدستوريه، واتكلموا وقالوا بحيث ايه؟ انه ال 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 الكلام حوالين الصياغه يكتمل بكلام الاعضاء اللجنه التشريعيه والدستوريه كله. طيب ايه اللي حصل؟
في خلافات بسيطة على بعض المواد، يعني مادة مثلا كوتة المرأة اللي هي المرأة يبقى ليها 25%، عودة مجلس الشيوخ تاني، في ناس متحفظة، في ناس مش عارف ايه، لحد ما جينا للحوار بقى المهم واللي أنا بتمنى إن احنا نسمع الكلام اللي جاي بهدوء عشان محدش يشوشر عليه. الخاص بالمادة 140. المادة 140 دي يا جماعة اللي هي ايه الاسم الكودي بتاعها كده، مادة الرئاسة أو مادة فترة الرئاسة. خلونا نعرضها لحضراتكم نقول لكم ايه المادة 140 دي نصا. ورونا كده يا شباب. المادة 140 بتقول: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. ده النص اللي في دستور 2014، كويس؟ اللي هو بيقول إيه؟ وتكملة ليها يعني: وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب30 يوما على الأقل. كويس كده؟ ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. كويس كده؟ أهو دي المادة اللي هي موجودة فين؟ في دستور 2014، المادة الخاصة بفترة الرئاسة اللي قالت إنه الرئيس هيقعد 4 سنين ولمدتين فقط، وما يبقاش في منصب حزبي. والناس قاعدة تقول أيامها إنه فترتي 4 سنين قليلين وبتاع، لكن المادة مشت. وقلت لحضراتكم إنه الناس وافقت على هذا الدستور لأنه كان دستور ضرورة، وإذا جاز التعبير كان دستور انتقالي. في المقترح بقى اللي اتقدم للدكتور علي عبد العال، تم تعديل المادة بتاعت اللي هي 140 دي بأنه شكل. خلونا نقرأ التعديل اللي كان مقترح. بيقول ايه التعديل؟ بيقول: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وبقيت لسه دي، لسه دي، ارفع دي لحد ما جيت. يبقى هنا ده التعديل المقترح اهو للمادة 100. ايه اللي حصل فيه؟ بدل ما يبقى الرئيس 4 سنين يبقى 6 سنين. طيب المدد بتاع الرئاسة ما تعدلتش، هو في 2014 قال لك 4 سنين لفترتين بس، لمدتين يعني، فترتين رئاسيتين مرتين، وفي المقترح قال يبقوا ال4 سنين يبقوا 6 سنين وفترتين فقط. وانا كنت بقول دايما انه ده مكسب، انه اللي جه يعدل الدستور ما تكلمش في الفترات، لانه خلي بالكو لو الخمس الاعضاء جه دخل اقتراح وقال لك انه الفترات بتاع الرئاسه تبقى مفتوحه، وكنا هنقعد نتناقش ونرفض ونعترض وبتاع. لكن المكسب السياسي الحقيقي اللي ما ينفعش نتغافل عنه انه يا جماعه لا، اللي بيعدل قال هغير من 4 سنين ل6 سنين، والفترتين هم فترتين. كويس؟ طيب هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود، وزي ما بقول لحضراتكم هو رمز للمشروع اللي من بعد 30 يونيو. وفي ناس موجوده بيمثلهم النواب دول شايفين انه هذا الرجل لابد، مش يستحق. وخلي بالكم في فرق بين الكلمتين، في فرق بين ان عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي يستحق ان يستمر لفتره اخرى او لسنوات اخرى، وانه عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لابد ان يستمر لسنوات اخرى. في فرق بين الكلمتين، فرق بين انه يستحق وانه لابد. يستحق دي فيها تكريم، ان انت شايف انه عمل حاجات كويسة وكمل وبتاع فيكمل معانا، يستحق فبتكرمه. لكن لابد فيها نوع من التكليف، انه الناس شايفة انه لازم يكمل لانه في مشروعات لازم تكمل وغير مشروعات لازم تكمل. ودي الحقيقة يعني
انه في منظومة امن وفي منظومة مقاومة وفي معركة حقيقية مع الارهاب وخصوم البلد، لازم البلد تبقى موحدة ومفيش فيها انه عندي قائد عظيم يعني اتكلم ليه انه طب نعمل تداول سلطة وبتاع، وهنيجي لحكاية تداول السلطة دي بعد شوية. ففي المقترح فكروا في مادة انتقالية. قالوا ايه في المادة الانتقالية؟ زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، المادة الانتقالية بتقول يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور. فهنا الناس مسكت في إيه؟ في المادة الانتقالية دي، وقالوا أيوة يبقى تعديل الدستور معمول عشان عبد الفتاح السيسي تحديدا، وإنه بعد ما يخلص الأربع سنين دول اللي هيخلصوا في 2022 يبقى من حقه طبقا للمادة الانتقالية انه يترشح تاني لفترتين، الفترة بقى 6 سنين، فيبقى هنا ايه 3 سنين لسه في الفترة دي في وبعدين 3 سنين و12 يبقى هو قاعد معانا ل 15 سنة كمان، يبقى ل 2034. صح كده؟ ده اللي اتقال واللي انتوا سمعتوه. دخل ناس في المناقشات وقالوا يا جماعة المادة الانتقالية دي لا تليق ان هي تتحط في دستور، لانه المادة الانتقالية بتعني انه الامور مش مستقرة، مضطربة، واحنا فعليا رغم الضغوط ورغم المؤامرات اللي عندك الا انه امورك مستقرة. وبدأ الناس تتناقش في هذه المادة، يقول لك لا لا يليق انه دستور مصر تبقى فيه مادة انتقالية، وانه انتوا كده بتلفوا حوالين الدستور وبتاع. طيب ايه رايكم نفكر في صياغه اخرى للماده 140؟ كويس. لحد ما جينا لامتى؟ للجلسه الثانيه اللي عقدت لاعضاء اللجنه التشريعيه والدستوريه، اللي هي كانت يوم الخميس تقريبا، او يوم الاربعاء، لا يوم الاربعاء. في الجلسه دي وقف 2 نواب يتكلموا. النائب الاول اسمه الدكتور محمد صلاح عبد البديع. الدكتور محمد صلاح عبد البديع اهو. دكتور محمد صلاح عبد البديع استاذ قانون دستوري وعضو مجلس نواب عن محافظة الشرقية. قال ايه؟ وقف قال ايه؟ قال ان انا أقدر الرئيس سيسي وخدماته للوطن ودوره في التنمية، ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية في التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية. يا دكتور معنى كلامك أنه قال لا ما ينفعش المادة الانتقالية دي تتحط، وأن احنا نقول أنه الرئيس الحالي بحكم المادة الانتقالية يحق له يترشح مرتين كمان بعد ما فترته دي تخلص، لانه خلاص هو طبقا للدستور القديم خد فترتين ما يترشحش تاني. سكت هنا، سكت هنا الدكتور محمد صلاح عبد البديع. لا، اضاف بقى حاجه. قال ايه؟ قال ان انا بقترح ان يتم النص في الماده 140 على ان تزيد مده رئاسه الجمهوريه من 4 إلى 6 سنوات، ويسري التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر المباشر. وامسك معايا في كلمة الأثر المباشر دي، كويس؟ فالدكتور محمد صلاح عبد البديع قال يا جماعة خلاص شيل المادة الانتقالية دي، ما ينفعش، لا يليق ان احنا نحط مادة انتقالية في الدستور. طب نعمل ايه يا دكتور؟ قال نعدل في صياغة المادة 140. المادة 140 اللي هي كانت بتقول انه الرئيس يبقى ل6 سنوات ولفترتين. قال هنضيف على ده جملة ويسري التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر المباشر. كلمة الأثر المباشر خليها معاك كده عشان هنرجع لها تاني، مهمة دي. بعد ما الدكتور محمد صلاح عبد البديع اتكلم، وقف النائب محمد العتماني. النائب محمد العتماني اهو قدام حضراتكم. نائب محمد العتماني هو نائب معارض داخل البرلمان وينتمي الى تكتل 25-30. انتوا عارفين ان تكتل 25-30 يعني تكتل معارض بشده، يعني اللي بينتمي لاحمد طنطاوي وغيره.
قال ايه محمد العتماني؟ قال اقترح صياغه للماده 140. يبقى احنا هنا عندنا هناك محمد صلاح عبد البديع قال نعمل صياغه جديده للماده 140، وقال انه يسري هذا التعديل على الرئيس الحالي بالاثر المباشر. جه محمد العتماني قال نعدل صياغه الماده 140، واضاف ايه؟ قال ان الدكتور محمد غنيم وهو واحد من اعضاء لجنه الخمسين اللي كتبت الدستور اقترح ان تكون مده الرئاسه من 4 إلى 5 سنوات ويستفيد منها الرئيس الحالي، ولكن هناك اطراف اخرى لديهم وجهه نظر ان يتم تعديل مده الرئاسه من 4 إلى 6 سنوات على اعتبار ان 6 سنوات مده كافيه لظهور الانجازات والعمل. هيكمل بقى محمد العتماني لان الكلام اللي جاي بتاعه مهم. قال ايه؟ قال ولو دمجنا الاقتراحين نقدر نقول ان الماده 140 من الممكن ان يتم صياغتها بحيث، خلي بالكو، تزيد مده الرئاسه من 4 إلى 6 سنوات وتسري على الرئيس الحالي باثر رجعي ومباشر. حلو كده، يبقى احنا عندنا 2 نواب، محمد عبد البديع، محمد صلاح عبد البديع، قال انه يتم تعديل الماده 140 بحيث انه فتره الرئيس تبقى من 4 إلى 6 سنوات على ان يسري هذا التعديل على الرئيس الحالي بالاثر المباشر. محمد العتماني قال ايه؟ قال انه تزيد مده الرئيس من 4 إلى 6 سنوات على ان تسري ان يسري هذا التعديل للماده بالاثر الرجعي، باثر رجعي ومباشر. يبقى عندي كلمتين، صلاح عبد البديع بيقول اثر مباشر، محمد العتماني بيقول اثر رجعي ومباشر. خلي بالكم، ربنا يخليكم، لانه في ناس هتدخل في النص عشان تلخبط المساله ويبين لك ايه، يقول لك الدوله محتاره، الحكومه محتاره، النظام محتار، مش عارفين يعملوا ايه في التعديلات. خالص، انت هنا بتتكلم عن مناقشات لنواب معترضين على وجود مادة انتقالية فبيعمل لها تعديل او او صياغة اخرى. كويس كده؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق بين انه نمد الفترة من 4 إلى 6 سنين بأثر رجعي، او نمد الفترة من 4 إلى 6 سنين بأثر مباشر؟ بأثر رجعي يعني انه الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا انتخبناه في 2014 و2018، فتزيد الفترة من 4 لـ6 سنين، فيبقى هو يضاف ليه سنتين على الفترة الاولى اللي قعدها وسنتين على الفترة التانية اللي هو لسه فيها، فيبقى كده انتخابات الرئاسة بدل ما تتعمل في 2022 تتعمل في 2026. ده لو قلنا اثر رجعي. وانا يعني اتفهم ان محمد العتماني يعملها كده، لان محمد العتماني كراجل معارض عايز يعمل حل وسط. في ناس يقول لك لا مش عايزين فتره انتقاليه وبتاع، فهو عايز يعمل حل وسط يحل الموضوع. لكن يا جماعه مفيش حاجه في القانون اسمها اثر رجعي. يعني لما بينزل قانون الوقتي، فايه اثر رجعي؟ حتى يعني الدكتور علي عبد العال الحقيقه تفهم الطرحين، يعني تفهم وجهتين النظر دول، وقال انه الصياغه النهائيه لسه هتخرج من اللجنه اللي هي مشكله للصياغه، وهنضع في كل الاعتبارات اللي عندنا. طيب تفضل هنا بقى كلمه ايه؟ الاثر المباشر. وهنا لازم نسمع لراي قانون، يعني احنا دلوقتي وضحت لحضراتكم اللي اتقال عشان ما يحصلش لبس. اولا انا وعلى مسؤوليتي المباشره يعني وبما لدي من معلومات واثق فيها، يا جماعه ليس هناك اضطراب وليس هناك مشكله فيما يتعلق بالتعديلات الدستوريه، والناس مش محتاره تعمل ايه خالص، لانه التعديلات الدستوريه من اول ما بدات في اول فبراير وبكل الخطوات دي ماشيه بطريقة عادية جدا، نواب وبيتناقشوا وحوار مجتمعي وناس بتقول آراء وناس بتختلف معاها ومعارضة بتتكلم والدكتور علي عبد العال بيوضح كل ده. فاللحظة دي اللي احنا بنتكلم فيها في اقتراحين من 2 نواب.
قال لك نلغي المادة الانتقالية ونعدل في صياغة المادة 140، المدة تزيد من 4 لـ6 سنين، ويسري هذا التعديل على الرئيس الحالي. العتماني بيقول بأثر رجعي، ومحمد صلاح عبد البديع بيقول بأثر مباشر. الأثر الرجعي شرحته لحضراتكم، قلت أثر رجعي ده يعني ياخد سنتين هنا وسنتين هنا، فبدل الانتخابات ما تبقى 22 تبقى 26. لكن معنى الأثر المباشر، وده كلام مهم جدا، انه عندما يتم تعديل الدستور ونقول انه الفترة هتمتد من 4 لـ6 سنين ويتم سريان التعديل بالأثر المباشر، فمعناه كده انه السيسي تلقائيا، الرئيس السيسي تلقائيا يكون من حقه ان يترشح للانتخابات قادمة. ليه بقى؟ لانه الأثر المباشر ده هو بيتعامل مع ما قبله كأن لم يكن. هو هنا مواطن مصري تم تعديل الدستور، فمش عشان تم تعديل الدستور يحرم هو كمواطن خد فترتين قبل كده من انه يترشح في الانتخابات اللي جاي. فنبقى مش محتاجين لمادة انتقالية، ومش محتاجين لكلمة اثر رجعي، لان انا زي ما بقول لحضراتكم فيما يتعلق تحديدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين يريدونه ان يستمر بيستخدموا كلمة لابد ان يستمر، مش انه يستحق انه يستمر. لابد هنا لانه وجوده لا يزال ضرورة في ظل مشروع اقتصادي وامني، مش مسألة بقى ايه فين تداول السلطة اللي هو بين مين ومين. وهنا كلام برضو والله سيء وما احبش اقوله، بس اللي هو بين مين ومين. وانا مش من انصار ان البلد ما فيش فيها كفاءات والبلد ما فيش فيها ناس، لا البلد فيها كفاءات وفيها ناس كويسة جدا، وفيها يعني ما حدش يقدر ينكر ده، واللي ينكره يبقى جاحد يعني. او انا لو جيت قلت لحضراتكم انه لا البلد ما فيش فيها ناس وما فيش اللي هو اللي يكمل وهو الى اخره، ابقى انا عبيط ما بفهمش. لا، في كفاءات وفي ناس مهمه جدا، وهو نفسه بيعد ناس عشان تشتغل. هو الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب دي، ما هو بيجهز كوادر نفسه. لكن ده الوضع الان في التعديلات الدستوريه. وعايز اقول لحضراتكم اللي قال اللي فسر حكايه الامر المباشر دي دكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد. قال يا جماعه في معنى للاثر المباشر اللي هو خلاص الدستور ده اتعدل، اللي حصل مع الدستور اللي فات ده ملناش علاقه بيه، بما يعني انه لو الماده خرجت حتى الان الصياغه النهائيه لسه هنشوفها لما تطلع من البرلمان، لو تم التطبيق الاثر المباشر فمعناه ان احنا قدام دستور جديد المواطنون جميعا امامه سواء، فيصبح من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره بقى انه يترشحوا، فيخلص هو المده بتاعت الفتره الثانيه دي بتاعت الثلاث اللي لسه فيها 3 سنين، ثم يترشح لفتره او لفترتين بحد اقصى. هنا هتيجي تقول ايه؟ لو في يا جماعه ترزيد قوانين كانت خلصت من الاول. وانا بقول لكم بامانه هذه التعديلات الدستوريه لا يوجد فيها ترزيد قوانين. ليه؟ ليه لا يوجد ترزيد قوانين؟ لانه لو في ترزيد قوانين كانت المساله طلعت على المزوره مظبوطه. ولا كانت الناس اتناقشت واختلفت واقترحت، وواحد يقول لك اثر رجعي، واحد يقول لك اثر مباشر، واحد يقول لك لا مفيش ماده انتقاليه، الثاني يقول لك لا في ماده انتقاليه. هذه التعديلات الدستوريه التي تجري مناقشات حولها يديرها بكفاءه الدكتور علي عبد العال ليس فيها ترزيه قوانين، لو فيها ترزيه قوانين كانت خلصت. ما كناش قعدنا فردنا لحضراتكم الورق كده وقلنا مين قال ومين عاد ومين اختلف ومين ويعني ايه اثر رجعي ويعني ايه اثر مباشر، ونقعد ندخل في هذه التفسيرات. انا قلت بس يعني لانه المساله الوقت بدا ايه الكلام يبقى مش مظبوط، الكلام يبقى يقول لك لا اصل في ازمه وفي ورطه. لا في ازمه ولا في ورطه، ولكن في حوار حر ومفتوح جدا والناس بتتبادل فيه الاراء. وعايز اعيد لحضراتكم تاني أنه النائب الذي اقترح أن يتم
انه الفتره تبقى من 4 لـ 6 سنين، المده تبقى من 4 لـ 6 سنين، وانه يتم انه التطبيق باثر رجعي، هو النائب محمد العثماني اللي من 25-30 النائب المعار. فمعنى كده انه في حوار كبير حصل. اللي هتخرج بيه الماده 140 ده شكله عامل ازاي هنشوفه مع بعض.